وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تواجه ظروفا غير عادية على حدودها الشرقية والغربية والجنوبية. كما أشار السيسي في السياق ذاته لارتفاع عدد الشهداء والمصابين في غزة. نشاهد مشاهد قاسية جدا جدا. بنتكلم في النهاردة بأكثر من 25,000 شهيد من المدنيين، تقريبا تلتينهم من النساء والأطفال في القطاع، وأكثر من 60,000 مصاب، وتدمير كامل للقطاع كله. أنا بقول الكلام ده يعني بستدعي بيه إيه؟ بستدعي بيه قد إيه إحنا بنواجه ظروف على حدودنا، الحدود بتاعتنا الغربية والشرقية والجنوبية. اوعى تفتكروا ان الامور دي بتعدي وما بيكونش ليها تأثير علينا.